مشاهدي العالمية التونسية، أهلا بيكم في الموعد الأسبوعي فاست سبور، واللي يتضمن تحذيرات المنتخب لمواجهة نظيره السيراليوني. يواصل المنتخب الوطني التونسي تحضيراته لمباراة إياب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2013، واللي يواجه خلالها المنتخب السيراليوني يوم غد على ملعب مصطفى بن جنات. أبناء الطرابلسي عادوا بنتيجة إيجابية من سيراليون تجعلهم ينزلوا الميدان بأسبقية معنوية. صحيح نتيجة إيجابية في سيراليوني، أما ظهر الترجح كما قلنا قبل يتلعب على زوج أشواط، واحد في سيراليوني واحد في تونس. قدينا نص المهمة غاديك إن شاء الله، نهار السبت الجاي نكملوا المهمة نتاعنا إن شاء الله، معناها ترشح يكون من نصيبنا. معناها محظوظين اللي جينا على زوج بارتيات باش نترشحوا لكأس إفريقيا. الحمد لله يلزمنا نستغلوا الفرصة هذيا، برشا منتخبات ما ترشحتش، إن شاء الله معناها نكونوا عند حسن الظن. إن شاء الله نبداو نحن في نهارنا ونقدموا يعني المطلوب منا باش نجموا نفوزوا ونتعديوا لكأس إفريقيا. يعني مباراة مسهلة، نحن كيما قلت لك نسهلوها ونحن نصعبوها، دونك إن شاء الله نحاولوا ملون نسهلوها باش ندخلوا منيح في المباراة ونحاولوا يعني ما تصيرناش مفاجآت، خاطر ما عادش فما فريق سهل توا، ما عادش فما فريق صعيب، معناتها ما عادش فما فريق سهل إلا ما تبدا أنت كونسونتري. دونك إن شاء الله نكونوا كونسونتري ونتعديوا إن شاء الله كوب دافريك ان شاء الله. تو مسؤوليه باش تولي كبيره ان شاء الله، معناها الفورمه هذه اللي معناها الفورمه اللي فيها هنا توا، معناها ان شاء الله نعاون بها معناها صحابي وان شاء الله ربي يوفقنا وليسونسيال معناها اللي نترشحوا معناها الكوب دافريك. قضيه ابعاد يوسف المساكني عن تربص المنتخب عرفت ضجه اعلاميه واختلفت فيها الاراء بين مؤيد ورافض لهذا القرار. تم قرار اداري تم اتخاذه في اللعب باش يتم النظر فيه بعد مباراه سيرينا ان شاء الله. صارت سوء تفاهم صغير، صار ريف ما حتى واحد في عائلته نجم تصير له الحكايه هذه. بلوز امبورطون ما هيش حاجه جراف اللي صارت، لكن ان شاء الله الامور تتوضح من بعد ستاج ويرجع يوسف معنا كالعاده للفريق. وبلوز امبورطون بالنسبه لنا احنا هو الكونسنتراسيون تاعو بالماتش اللي هو مهم برشا بالنسبه لنا احنا باش نأهلوا كاس افريقيا ان شاء الله.